السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلكم اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أحبائي في الله متتبعي قناة ديسكو أمين تي في. رمضان مبارك والصيام مقبول إن شاء الله. أخي وصحبتي وعدتكم بأن آتيكم بالجديد في هذه الحلقة، سنشاهد ما أتيت لكم به من جديد، ألا وهو هاتف صغير نقال عادي، هاتف عادي نقال. وكذلك سماعة الهاتف، وتلاحظون هذه الحلقة ستكون تحت عنوان التجسس، وأنا لست مسؤولا عن التجسس إذا استعملته في أغراض ما لا تحمد عقبة، مسؤولا بأن تستعملها في أغراض لا غير لائقة، وخصوصا النساء للتجسس عليهن. أنا لست مسؤول وإنما أعطيكم الفكرة فقط. هيا بنا لنواصل بعد الفاصل. ميكروفون كذلك الهاتف الشخصي، الهاتف الشخصي ديالك اللي هو دائما مرافقك. هادو هما علاش غادي تدور الحلقة ديالنا اليوم. أولا غادي نشدو هاد الهاتف العادي وغادي نشغلو ويكون ندير له واحد الشريحة، أي لا كارت سيم تكون جديدة أو لا بنيمام داك الرقم اللي تحتوي عليه هاديك لا كارت، عرفو حتى شي واحد إلا أنت أنت المسؤول عليه، وتضعه في هادي في هذا الهاتف. شنو هو المعمول والقصد من هذا الهاتف؟ وهو أنك ستشغله تجعله على وضعية صامت أي سيلونسيو، وكذلك تجعل له لابليكاسيون ديال أوتوماتيك باش يريبوندي أوتوماتيك يجاوب، كيتلقى المكالمة كتنطلق المكالمة مباشرة. هذه من جهة، من جهة أخرى كتشد هذيك الصماطة وتركبها فيه وتتضعو في شي بلاصة لي مثلا لالونج أو لا شي حاجة لي عندك فيها بغيت تستعمل، سواء الدكان ديالك أو في المنزل ديالك أو أي بلاصة بغيتي مرة مرة تراقب شنو كيهوش تما والكلام لي تيدور مثلا أو داكشي. إلا وعليك أن تتصل، خذ هذاك الهاتف ديالك هذا تتصل بهذا الرقم لي في هاد ديال هاد الشريحة لي في هاد الهاتف، تصل به مباشرة من الهاتف ديالك هذا، وهو كيرن مكيسمعو حتى شي واحد لأنه في وضعية صامت، ولكن كتنطق المكالمة مباشرة، أو ميم طون كتبقى نتايا كتستمع، هو تيقول لك هذا، الهضرة تدخل و نتا كتسمع. هذا حل بسيط
سريع جدا الإمساس على أي شخص، لكن ليس ما لا تحمد عقبه، خصوصا النساء إذا عرفوا هذا الشيء عيدي وليا وتمسكوا الرجال التي يقابلوا بكم. كذلك إذا بغيت تحسن الجودة ديال هاد ليزي هاد السماعة، وهو كتاخد السماعة بحال هادي قديمة السماعة هكذا، كتشدها كتسولها هكذا السماعة قديمة كما تلاحظون السماعة قديمة، كنحتفظ بهذا الرأس ديال هادي فين هنا أو هذا الرأس، وهذا كنزولو نزولو بالمقص. وشنو كنجيب؟ كنجيب السماعة ديال الهاتف، أي الباف 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 ديال اللي كيكون في الهاتف، سواء عادي أو هذا أو هاد هاد الهاتف هذا، أي هاتف كان السماعة ديالو، ليس الميكروفون وإما السماعة. هذيك السماعة تنشدو تنديروها كنغيروها، نعوض باش تكون هذه السماعة اللي كنسمعو بها، كناخد هذه ونجعلها في بلاصتها، نلصقها هي هدا سلكين، كنبحث على جوج سلاك هنايا، وهما كما تلاحظون هذا الرأس فيه واحد جوج ثلاثة أربعة تجزئات، كنشد الجزء الأول تنفك هنايا هدا الخيط، فيه شعيرات خيوط على شكل شعيرات، كنشدهم تنحرقهم بالميكروويف بهذه هكذا اللي من النهار تشدو تنخرج منهم دوك الشعيرات ديال النحاس، وغادي نقبض هذاك الميتريكس ديالنا وغادي نعبر هكذا نوضع هذه الرأس الأول ونقلب على هاد الشعيرات هكذا حتى ترى لي تورين هاد تعلمني هادي تعطيني واحد الرنة نعرف بأنه هو هذا، كنشدو تنعلمو كنبحث تاني على الدرجة التانية والتالتة. بالنسبة للدرجة الأولى والتانية الوقت لي غادي نشركهم كأنهما خيط واحد، تبقى لي التالتة هي لاماس، أما الأخرى لي غادي نشيطو فلا داعي لها. هادي من جهة، علاش؟ لأنه الوقت لي غادي نشدو غادي يوليو عندنا جوج الخيوط، خيط ها هو مع هاد الأحمر ومع هاد الأسود، غادي نشدهم ونلصقهم مع بعضياتهم، لأن هادي غتولي هي الميكروفون. علاش غادي نديرو هادي ميكروفون ونستغنيو على الميكروفون ديال السماعة؟ لأنه هو تتعطينا واحد الجودة، تلتقط لك الصوت عن بعيد، ولا يكون بعيد وجودة عالية، أفضل من الميكروفون الأصلي. كنا تطرقنا في حلقة اللي سبقات من الحلقات ديالنا في صناعة الميكروفون، لأن هادي لها دور مهم بأن تعود ميكروفون، لابد باش تكون السماعة تكون ميكروفون. وهذا ما لدي في هذه الحلقة، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم، كما لا تبخلوا عني بالاشتراك في القناة والتشجيعات ديالكم. وإلى حلقة أخيرة إن شاء الله، قد يكون عندنا حلقة حول صوت وصورة للحراسة على المنزل أو الضيعة أو الدكان، أنتظر للمتابعين ومشاهدي الحلقة على رداءة الصوت لأنني أصبت بنوبة برد، أتمنى من الله الشفاء إن شاء الله. تحياتي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلكم اشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الإعجاب للفيديو.